إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انت تجد كم هو بابي هاي وحي كيمت هو إنكرا يا قدرك إيه قودي دران معنى لو قودي أي مارة متوعدين بالعذاب إيه قدرك وحي كنت عريفي أنا لما قاركوت إنو يهي علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها باللوح المحفوظ وعموم مشيئته وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها وحي ليه نهل الواس قدر وحى ليره لا وعلمه اللي اهور او ماركت او قال اولها مخلوقات كوانا تازواتي كوات وكتابته لها باللوح المحفوظ يقرست او قري وكوقر اللوح المحفوظ كا. وعموم مشيئته جل وعلا هي ماركت دونست ألا إني عامته ووحى لوحى ندونك كدعا يوادي جيدو يوحى لوحى ألا أو أورك كل وحي ماركت كسوف بلين دونست ألا وحوزن ألا دونين عالم كان كمدعين دونست أنا مركب معنى يدو معه جعيل إنو جعلي ورالك إياه وشرعان ووحى البارلك إياه لا وحى وجعلي ورالك وكيه مشيئة ألا ويكود رأسته مشيئة ألا عام كايد ويكود رأسته وحيالها مرك أن هذه هي إمارة الدين كتسو هرجي هذا كفر ذي وحي لم يتأهنا ألا رالك ما أهم من الجعلة لكن دونست معناه جعيل ما رالع عشرا معه دونست ومشيء هو دونست معناه دونست مرك يعني سمعه ذي قالت أفهمته يعني دي دنه دونست هو دونست كوني أهوال معناه مشيء أو إمارة كوني أهوال مشيء على عام كاهي مرك من قدر ينا إمارة وين قطع marka waxa soo hoos galaya wixii alla uu jeclaa oo raaliga ka aha ee sharciiga maareeyay waafaqsana iyo wixii uu naxba oo raaliga ka ahayn uu jeclayn ya dooristaas guud ahaaneed soo galeysa iyo khalquhu lil aayani was sifati al qaimati biha yaani makhluqat kan abuurista uu abuuray aayanta macnaha alla arkay ee banaanka taala iyo tilmaamaha ay leeyihiin ay ku sibeeyeen يعني أنا كعشة يسمينا يا أبا مارد سوى الجراية انتو بإن الله أبورا مركة إيمانك قدرك للرمية أفرتات درجة يا كجرت أفرتات مرتبه يولي مركة قدرك ولا إنكرا وحك الرموة يا إنكرا لا إنكرا درجة كسو درجة إنك تفرتات كاميرا تيكو هذا دون كرو وعين كرا قدرك تلا هذا دون كرو وعين كرا تزدعى دون كرو وعين كرا تعفر هذا دون كرو وعين كرا أفكو قدرك ورميسين لما ديه كرا إلا إن وضع أقر على موقي أفر طبع مارك نمان كان قدري يدع قار كميد هو أن من حد كبحي أولاد لي راب حد قدبي كواتي مارك هو محي علمي ألا إيه إن كرا يا إن ألا مارت هر وحن أوغا علمي نسو هر مري وحن دعا يوردن ألا مارت أوغا أولاها كو ديدني كو اسوا بغارو سو كلا العلم قرد علي ان ددك ديدن ماركت ان الله هره او قري وحن دعايون يدنا اي ادو اوغي هي نصوص كو سو ارورتي ايو نتو عيد دفل جيتي كزور جيتا لما ان درجة كلا مركا اي اهدونست الله اني عام تهي وميد قود اي تهي ووح كو اصبحا اي اني اني جرين اي نابورتان كيسن او عامي هي وحول بألا او ابوري marka taa macnaheedu ma in maarata faasho qofku sameeynaa isaga aan loo nisbeynayn ninki maaxi sameeya ayama dinista ama wax dila asaga gaani ah asaga qaatil ah taasana lagu ciqaabaya allana wuxuu siiyay khiyaar inuu maarata waxa uu sameyn karo maarata khiyaar u leeyahay wax wanaagsan uu sameyn karo marka awoodna waa la siiyay iraadana waa la siiyay dowlis buu leeyahay waxaas qofku wax ku sameeynaya ayadana lagu ciqaabaya كمان بحثنا خلفي قال له لكن سأبعاش راحون ألا لونس بين ماي سوف تقب كاتبي
oo wuxuu ku sameeyey awood uu alla siiyuu ku sameeyey iyo maaragtay jiraado qofkii marka abuuritaankaas guud ahaan diida oo abuuritaankii maaragtay alle ayaa maaragtay makhluuqaadkao dhan macnaha ku daraarsada qofkii maaragta diida ama mashyaadalla maaragtay makhluuqaadko dhan ku daraarsada qofkii diida taasi waa bidaa xun ay la yimaadeen oo bidacda bidcooyinka waaweyn bay ka mid tahay oo tawxiidka maaragtay dhammaystirnaantiisa kasoo horjeeda manaa sida waajibka ahay uma aanay rumayn tawxiidka laakiin si gaalnimo lagu xukumi maayo inay islaamkii ka baxeen sababto ah ahlucilmigii maaragtay salafka ahaa nimankan qadariyada ayaan cilmiga inkirsanayn gaalnimo kuma xukumi jirin qadariyada nusuusta kusoo arorta waxaa kamid a xadiid rasuulku sal sl leyahy alqadariyatu majuusu hadhi lumma nimankan qadariyada ahi waa majuustii ummaddan majuustana maxaa lagu yaqaanaa waa nimankan dabaabudka aho maaragtay alla khayrka abuura iyo mid kaloo maaragtay sharta abuuraa jiray leeyihin marka laba rabbi baa jiray leyihin laba khaaliq bay sugaya kuwanana maadaama ay leeyihiin afcaasha maarata banaanka uu samaynaayo alla shuqul kuma laha oo macnaha khalqigaa lasoo hoos geli maayaan taasay majuustii way marka shabaxaan rasuulku wuxuu leyy sl slam in maridu haddii ay jirhadaan falaa tacuuduhum aan soo booqanina wa in maatu hadday dhintaan falaa tashhaduuhum maaragtay xaadirinina janaasadooda iyo duugistooda macnaha in la qiimeeyo la sharfaa la diidan yahay waa in laga haajiraa oo la necbaystaa marka xadiiska waa xadiis xasan ah musanifku wuxuu leeyahay qaala ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu yidhi waladii nafsu bni cumara biyadihi low kaana liaxadihim midlu uxudin dahaba uma anfaqahu fii sabiili illahi maa qabilahu llahu minhu xataa yumina bilqadar midka nafta ibnu cumar ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay allan ku dhaartay buu leeyahay low kaana liaxadihim dadkaa qadarka inkiraaya midkood haddii uu sugnaan lahaa midlu uxudin dahaban buurta uxud waa buurta ugu weyn buurahan maaragtay madiino aad maaragtay una weyn una maaragtay dheer oo dhowr kilomiter ah uma anfaqahu fii sabiili illah oo markaa maaragtay buurta dahabka ah ku bixiya jidkii alle maa qabilahu llahu minhu alla kama aqbaleen hadduu qofku saa yeelo qadarka inkirsani alla ka aqbali maayo xataa yumina bilqadar ilaa uu qadarka rumeeyo markuu qadarka rumeeyo markaasaa maaragtay laga aqbalaaya uma istadalla wuxuu soo daliilsaday biqowli nabiy sal sl rasulka qowlkiisa uu yihi sal llah slam aliimaanu an tuumina billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhir wa tuumina bilqadari khayrihi wa sharihi rawaahu muslim iimaanku waa maxay waa inaad rumayso allah oo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa iyo magacyadiisa iyo tilmaamadiisa aada rumayso iyona isugu maaragtay kownkaan o dhan abuuray oo asaga mudabir umuur uu yahay oo asaga keligiisu cibaadada uu mudan yahay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana aada rumayso waa tii labaad wa kutubihi kutubta alla uu kusoo dejiyey maaragtay ambiyada qaarkood wa rusulihi rususha alla uu soo diray oo qaarkood magacyadooda nala sheegay qaarna aan nala sheegin walyowmi alaakhiri maalinkii dambeeyey ee lasoo saaraayey ee laas xisaabinaayo wa tuumina bilqadari khayrihi wa sharihi kanlixaadna marka waa maxay inaad qadarka rumayso khayrkiisa iyo shartiisa macnaha wixii adiga marka maaragtay aad wanaag u arkayso oo maaragtay u waafaqsan raqabaadkaada iyo wixii shar oo musiibo iyo dhib ah intaba qadarka inaad sidiisa urumaysa loo baahanyo alla inuu qadaray aada ogaatid qaybtan yare sheikhu uu soo qaatay xadiiska dhamaystir bay leedahay oo saxiix muslim baa waxaa ku jirtay in yaxya bnu yacmar uu yidhi dadkii qadarka maaragtay ku hadlay ee qadarka inkiriddiisa ku hadlay bakre magaalada la yihahdo ka bilowda muurta bidcadaas ay ka bilaabatay waxaa u horreeya buu leeyahay macbad aljuhnin in la yihahdo fantalaqtu ana wa xumayd bnu cabdiraxman alximari aniga iyo ninka xumayd la yihaahdo yaa soo kacnay buu leeyahay xaajayn annagoo xaj ku qadayna inaan xajino rabno oo muctamirayn ama cumro u socono labadu ilowsan yahay faqul midu macnaha uusan lo ilowsan yahay ayna yeysnaayeen faqulnaa waxaan nihi low laqina axadan min asxaabi rasuuli illahi sal allah slam ladan la kulmi lahayn maaragtay qof kamida asxaabtii rasuulka sal allah slam fasalnaahu aan weydiinnay amaa yaquulu haaulaai bilqadar waxa ay kuwaas ay leeyihin qadarka maaratay ka aaminsan yihiin oo inkiraadi ah lawaa cusub waa bidco cusub waa timid mugta bidaca cusubna marka saasay u inkiri jireen saxaabadu si adag buu u inkiray cabdullahi bni cumar waana arki doontaa fawafaqa allahu lana cabdullahi bni cumar alla wuxuu noo sahlay cabdullahi bni cumar iyaana la waafajiyey
داخلا المسجد سوى مساجد القلاية يانا رقمي فاكتنفت أنا وصاحبي أنا إلي صاحبك يلا وإذن ما كقلني فظننت وحن مرك وقعتي أن صاحبي إنك إلى السعودي سيكي الكلام إلي إن هذا كان يدين دونه ومعناها وقتها قفك وين بقى هذا اللي يرى هذا فهذا يكرد مكوينة هذا يكرد فقلت وحن إلي أبا عبد الرحمن وحوي يرى يا عبد الله بن عمر إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن من يعني جهدي أنه حكسوا بحي قلوين قرآن كأخين آية يعني قرآن كويقانان ويتقفرون العلم علمي ورادنا يانو أدب أرعى عيان علمي علمي ما كنت دالا يزعمون وحي شيئنا يان ويعتقاتين ألا قدر قدر مسجل ثم ألا أصم روح قدر إرميسيين والأمر نفساسي لين وحن دعا يانا هذا جهد داهي وحتى الله بالله آية قدر الله هرمري مجري لي بلاس الإيمان فشحهم فقال ملك عمر واجوابه وعيروا بيضا لقيت أولئك ولدي أتكوها لكلمته فأخبرهم الشيك أني بريء منهم مركا صحاوي وصير على سيد المقطع من عمر حواير آخر صنع مركا بدعوة نقدر كالإنكرا أواخر أهد الصحابة مارك بالعوة حدا أكوها لكلمته والشيك إنهم بريك أهي وأنهم براءوا مني أيضوني بريئين وأن الشكر سكولهين يعني الدين هم قولوا عليه تمن من كعبد العزيز ليمد والذي يحلف به عبد الله بن عمر نتك عبد الله بن عمر وكل عرنا يوم كل أرطية لو أن لي أحد مثل أحد ذهب أحد مثل كود ولهم الحمارة تبورت أحد الذهب فأنفقه وبحيه ما قبله الله من الله كما قبله حتى يؤمن بالقدر لا وقدر كوك الرمائي مركز مارك تي عبد الله بن عمر وحيري عمر بن الخطاب وأبيسة يا وحيشة حديث من قدرة يا إيمانك يا إسلامك يا مارك تي إحسانك كشي كين هاي هو مركا وشاري فأنا كجرت مركا أن تؤمن بالقدر وتؤمن بالقدر خيره وشره ركنية اللحات مارة أركان إيمانك لحظة ركنية إيمانك كان لحاد وقدرك ولا رمائي خيرك في شرتي سبب مركا رسول كوحو قاتمي حديثك فإنه جبريل لأنه تنين باوي وسؤال ويدي رسول كوحو كجوار صلى الله عليه نكوح ويدينا مركوا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وإليه سواء البرايا دينك اللي مرك إيمانك إسلامك إحسانك أو حاكم سواء أروري دينك يوضان حديث كان مركوا حالك قادنا يا حديث لارة إن قدر كوالا رمياء وكم إذي هاي اللحن تير إيمانك رمياء أصل أصوش دينك كميرة يو مارا تدفعي وهم أواجي هاي كو ألا ومارتي كويري أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كو يهودا يا مارت دينك وحيروان تيك قاطعان حيروان كتاك مركز ألا وحيري أفتؤمنون ببعض الكتاب كتاب كقارك اسمه ترمينيسا وتكفرون ببعض قارك كارنا ممدفريسان ومإنكريسان كو سنف قولوا لي عن عبادة بن الصامت وحال قوليه أنه قال إنه لابنه ملكي وحقيري يا بني ملكي قيوب إنك لن تجد طعم الإيمان أقول هل ما يسد معانك إيمانك حتى تعلم إلى آتك وقاتد أن ما أصابك وحك قدعا لم يكن ليخطئك إن أنك قفلها منك قفلها ما أهن وحك قدعا وما أخطأك وحك قفلا أنك قدعا لم يكن ما أهن ليصيبك كيك قدعا لا لم قرن سمعت رسول الله بن مخلص صلى الله عليه وسلم يقول استغفر إن أول ما خلق الله القلم ويقال أوره قلم بأهايان فقال له حكير قلمك اكتب قر فقال وحوري ربي ربي قيو وماذا أكتب محام قرابو قلمك قال وحوري اكتب قر مقادير كل شيء وهو بقدر كوضى قر حتى تقوم ساعة لا ساعد كبعضه واحد يعدونا دن قر يسير يعدونا وقت يعدونا الشكل هو يسوه مقدور يا بني جميل كيجيو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول كان يا بني جميل كيجيو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان لما قلت سواله من مات على غير هذا فليس مني عقيدة أن سوشي أن يقدر تمارك تهل ليس عقيدة سوحان هين قف في كل انت فليس مني أن يجمد معها معنا قف في سوى قدر كين كرسان انت أن يجمد معه لي رسول صلى الله عليه وسلم وفي روايات يا أحمد روايات لو مارك ما أحد أولي لو أكتها لأن أول ما خلق الله تعالى القلم ويحيوه الريال أو أبوري قلمك أهايان كما حلو قرى فقال له ويحكوه لقلمك اكتب قربوا يري فجرع واصعد وادرر سوى قلمك في تلك ساعة الوقت
بما هو كائن وحلا وحيد الدون دم في قرى إلى يوم القيامة لا يجار. وفي رواية ابن وهب رواية عبد الله بن وهب أمارك تيوري وحكوجر تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى كتوس من ورني معناه وحكوجرة سنت كوجرة. فمن لم يؤمن بالقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قدر كرمين خيره وشره خير تيسر تيسر أحرقه الله بالنار اللو حكوكبا نار تيوكوكبا. إمام أحمد مر لو يدي قدرك ويحور قدرك هو قدرة الله قدرة الله مركين لإن كرم معهم معنوه أما هاي قدرة الله ما رأيته واح عاجز قلنا يا مجرى مركين من كان قدرك إن كرى يعني واحد يبدأ ترسيه قدرة الله إنه يبقى ميت كرمته مركز سلف كغار كده هي راهدين عمر بن عبد العزيز قال وش هذا ناظرهم بالعلم لمن كقدر كان كرسن هو حاس كولا ما ركت يدور دان علم ذا كولا دورا فهم أنها هرت علم الله روح أوجا أو عند عدون الله أوجا ما كرسنتي كده فين قرر فيه مركز علم ذا كولا دان خصمه والله قاعد كذا دودي والله قاعد كذا فجدي والله جهلا وإن جحدوه هدي علم ذا الله أي ما ركت جحديان أي دفران سفر ودوا قال الصعب صمت صفاء الأولية هي مارة إنكران مركنا من كان معتزلة يا مارة أيضا أسلع اللوينية يوحي إنكران أيضا اللي دونستي سؤيني مارة عام إيه مرة مثل مركنا من كاسي ويحي الله دون إلي مارة هانايا ويحي سدوين آني دعيني يوحي ليه واحد أكرتا هلا إنه دوانا وحن دعيني إلنا دعانا ملك اللي هلو والله أركو يحس ألا دوني وإرادية ثمارة إيسان إيسان إرادية سكوني آني 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 كل دعين مركا ألا وحي كوشة بهين مخلوقات كي يكوشة بهين مركا سي مارك تيرا هذين ألا وحاسا كبنان وحاسا وحاس مارك مناسب بيوين وحاس وحاس مناسب ومعا سيروان مركا أغيدو سمستان أب بين أولو سيين مركا المنقاس مصنف قوله له في المسند والسنن وحاكو جرى عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن فيروز الديلمي وحاله وحمارك اي كوريا وان تابعه تابعين توأوين بقو جري قال وحوري اتيت ابي بن كعب وابي بن كعب ان اوهمت وصحابي اه فقلت وعن الي في نفسي شيء من القدر حوضا وحا نفسي ذا قلي وحمارك قدر انكرد احوال السشاء قدر كان نسيب عن امارك اوضا اقلين وحلا اقو جرى فحدثني بشيء وعمارة إيشير وعلم إيزياد لعل الله يريبه من قلبي وحا قلبي للقلع إن مركا أحد عكرت الله إقوه رأيه فهو يزوليه فقال ويحوي المركا ويبن كعب وجوابي لو أنفقت كيسون جديد لو أنفقت مثل وحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تمنى بالقدر هدي أطلبح الهدوى صدقيت الله دورت وحدي آت وين ويبذهب ألا كما أقبلنا إلى قدر كأكبر ميسو وتعلم أكتوه ذات أن ما أصابك يحيكو قد عي لم يكن ليخطئك كبوح كدوك لها ما وما أخطأك ويحيكو قفنا لم يكن يصيبك كما رتك أصيب لها كبوح كدع لها معها ولو مت على غير هذا عقيدها السحبة وحن هنا تتقدم الله لكنت من أهل النار أهل النار كم إذا نقل الله قال مركو يحويين منك ابن الديلمي واحد لا يو وتابعي وحي رفاقية عبد الله بن مسعود بن أمي وحذيفة بن اليمن بن أمي وزيد بن ثابت بن أمي نذر بقار بوغيمي رسول سواش وديناي فكلهم حدثني من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت وحي إليش يا رسول صلى الله عليه وسلم سري وضعين كعب إليش يا وكلا واركي عبون كعب الرسول كي يقوري يكون بدي ودوريا حديث صحيح وأقول لي هاي مصنفك رواه الحاكم في صحيحه مستدرك سكوري حديث كلام رسول حجر مسلم وريي رسول صلى الله عليه وسلم قال لي إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ألا وحو قري قدر كخلق ورنبو قري انتان السماوات يأرضو رؤوسنا بورن إيرك يقولك انتانو أبورن بخمسين ألف سنة كنتم سنة كهر يقال له مارك هرأو قري قد واحد لعدونا خلائق لن مارك قدر كوذا ابن أبو زيادي وكان عرشه على الماء عرشه قال لنا وحو كثر رئي بيو كثر رئي مارك معناه وحماسة كموقنسة سيدي أهل العلم الغرب يرجح عيان هنا عرشه ومرك مخلوقات قرآن أمه الرئي وحتى قلم كلف تسوكه الرئي مرك أحاديثة وحكو جرى قودي الدرن ولو قودي كوى مارت عن قدره ومسنين
حديثه هو حجة كتاهي تلك قدر كديدا منزلة غير كتبة منزلة حيبية أمثلين مع كميرة إن ذاتك رصادة يا أهل كبائر كأ هذاني توركين أي مارتي نارتك وارايا ساسي اعتقاد سيني شيخ عبد الرحمن بن حسن فقل مجيز كتكاله نالو كهلا إنما كان وحو الليه وبابك وكو حتيمة يشاره وحو الليه دبهانتي هدي أن كسو قادنين إنما كان حجد يكوه غنتي ونصوصي كتابك السنة قدر كالسوبي متواتر كاهي إن حجد يكوه غنتي إنما كان هدي أن كسو قادنين وحو الليه وحيب أيو نفسه لكو حكومين إن نارتك وارايان هداني توبكيني يعني أيو دكو عصادة هي أهل كبائركي هي موكت نارت إن يكو وارايان كو حكومين هيدا مارتي كفر كل عيب اللي هي حدود كل غنتو خلاص هو قال دين قبوا قبحة صوت وحي خلافين وح مارك أدلي كتاب كيس منه أي كتب عطرتي ومارك أدلي أدلي مارك هذا وفر بدل بقص أرض ومارك سمعنا شيء أما شكي كجرا وسويت قدر كي سويت شيء ويتنا إن ذات كمارتي دمبيل وأولين ثم يعداني توركيني نهبل عذابي ودع قتل العذاب ومارك تقارب لنا كمدة نعطينا نكوارين حديث شريس حديث أيضا متواتر ومن كامل كقدر إنكريد جيسا أي ولو يكو سبيعي ومن كامل كسور جيدا وجبريال ليرا قدر كسوكتان كيسي كو حد قد بينا يبنا كوامر كغلاد أهبا جلو جهنية ليرا يسوفي لما ركي حد كبحي فيوحي ليين الدونكو وما ركي علان ما ركي جيد مارتي كسو دعوية طويش مرد مال ايو توريس اما مارتي بالش مبريضو طويش مرد مال ايو توريس كوان غلاده هنا جرى ملكوها شاعرات وقلي وحلم له مارتي جبري قرصان رميسا ظاهر كان اختيار اجرى له يوحي اللي يدونكو كسب قول لي هاي كسب كون مهم حي ان مارتي ادونكو يفعل كو سمين هاي محل اللي فعل جيس او كل عقوم مركز فعل بالغو سميان موغي ومعناها ومحل بوية فعل كموغي فعل كماركتي أساقو فعلو رسبعان وسميان ماهي الليين مركز كسب عام بالغو نسبة ياب الليين مركز واحد لو فهم كرمه مما يقال ولا حقيقة تحته تدنو إلى الأفهام لما أنها عبيات لابد بيتري ووحو الليه وحيا بالله لغوها الله لشكشة وحا كمدة ما أن حقيقة أنا هين أو وح حاصل أنا هين أو اللي فهمي كرام من كان مارد اللي يراه أبو هاشم أم عزلة كميرة عقيدة من سنة إيه نظام من اللي يراه ده عقيدة كله من سنة أو طفر اللي يراه ده تؤن من سنة أبو هاشم هي هيد وحال اللي يراه حال بالله يراه له فمعنى هو حاوي وجود إيه عدم وجود كواحد حاوي صوايا واحد حد حاله جربوا ليه يحمى أنها أنجل ما رجتي جيرانا معناه ما دحا حال واحد يراد سوايا كو مركز شاعرك مركز حلية هي حال البهشمي وكسب الأشعري وطفرة النظامي وحيابا مركز لشيك شابه وان حقيقية حاصل عن هين ولا فهم كرين وها كميدة بولية حالك أمارة البهشمي ورميسني هي وهاشم كاسو كوضا فيه نظام طفرة ورميسني هي أسابنا وحكا لو مارتي واسكفى الصفاهو فأقول ليه ما رأيت واحد أكرت واحد يمل كدولان إن ماشي كلاي جيران أيضا عن ما رأيت مسافة يقولين ولا حيث لا والله مرض أحساس وكلاس قبل صف بارد وتعبانة هي كتب كأشعارك سووا واحد فهم كرمه ليه وواحد كورة سين تكلمون تلفتوه مركا يعني باب كان كهلا يا مارتي كو قدرك انكرايا وهو تفصيل ويهي باب كي لصور دافي لو عن سوش يعني ان قدرك ولا انكراي تهي ملحمة على مارك اللي هو ملحمي المركة تيبي بك كانوا مارتي ففهمتا من أصلا بركة باب كان يقول لي كتاب التوحيد نوي مغطى ومحي كان هما مارت الرمية قدرك الرمية واجب تهي هي مارت حالك وياهي قبك توحيد كذي مسلمة يستر مينين إلى قدرك وكرمية قدرك مرك الرمية فيسا هاي دون فرق بدن بولي فإيه إن كيسو حاكم إن
قفك ما رأيت أورال النقض أو قلبي يقين أي قشو ألا نبدل في عن أوسين أيضا قال له ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يعني مصيبة بعد ما جرت الله إذا قال لكم بعد ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قفك ألا فما ينا ألا قلبي يسواهن وياه يعني قد تدوه هذا وحن كل عيو مصيبة إن قال أمارت أحو ألا حو كيسي قدر كيسي كل عين أو مركز كالصبر أو أجر كرات سدو مارت إليب كاس هي صبر كاس هو صبر عيو ألا قلبي يسواهن وياه ويحي مركز بعطينا وربع يسوى قارنا بدل في عمد على كسياء وقلبي يسسنون في قلعي وبدل في عمد يقين تاسي وبدل في عمد ويحي مركز لقى قاضي ويحي بواين وحكب يعلم هراد يعكرت يقين تاس وهلا يلفت يا وحوينا وانا ويحي كل عاي اناني قفي لهين ويحي قفن عنا يا كل عاي دم بقى مركز لقود عفا مثلا قدر كارمين تيسا ورسولك وحشه صلى الله عليه وسلم قد كم من تاويح كل دعاء ما ركت جراء ما دبعت يدال هي تيران يوح لميدا حتى ما ركت مرغده قبنيسا ان ذنبي يسلو دافع اجف رب بدن بالا يهلا قدر كرونتيس الله يقول وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وبشارك وصبر عليه مرت مصيبه يكون دعوا الذين اذا اصابتهم مصيبه كو هدي مصيبه يكون دعوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون النبي ما رأت الله نسمنا نسأل أن نقنعنا أولئك عليهم صلوات من ربه كل دشوا ذو حياة هذه صلاة الحج يتكيم وأمان وأمان عيوه ما رأت جماعة ما رأت سرجت أشرفت له وأكتب كل أمان عيوه ملائكة يا ورحمة النحريس يا دشوا الأحد مرت النحريس به لا يعني أمان على سوء جديد وأولئك قوة سهون متدون قوة هنون وقوة سوى كله قد كما تقدر كرمية هو تنمو نفسي أحياء الأوسية حسول قوله صلى الله عليه وسلم الغنى عن كثرة العرب يعني هو تنمو معها إن قف واحدة مهيسته عرب مهيسته ولكن الغنى غنى النفس يعني هو تنمو رسم عوام حقوق إن النفس كدرك تنمي هو ومع أنها قناعة يكجرت حديث مرك علماء غير قد تحسينيان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب بما قسمه الله لك تكون أغنى الناس كرة على النقاوة على كل ما رأت حكمه كل قيقي عن كل شيء واحد نقاوة يصادق كميت هو هذا الإنسان هو حد يعكرته سنين حرف ربنا هي الساعة قلبي سؤال الدجنين هو نفسي سئ فقيرته مرك راحك وانا على قفاس وحد يعكرته قف حولي سئيرين ورها لك أوي على أوقيبي مرك أسباب تلين كذب نفسي سمرك إيراني تاعي فمرك نفسي سئ هذا انتهى بعد يعكر كو ويوحى كلام مرك قادة كرميتي سلقها وفعيلة قف قنان ومارتك وكبر بحال الأوسية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرعوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور يعني أحد قصة شيكي مارتك المصيبة قف قد عيسى المصيبة قد على نفسي نوم جرته إلا هديد على كتاب بفرق وقرني انت أنا ظنانك أوسوا صارين إن ذلك على الله يكرر الله تأسوا في وضح محامرك اللي وقدر يمرك المصيبة ده. لكي لا تأسوا على ما فاتكم سي هذا المارت وضحوا معنين واحد ضعفي هو الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم هذا أول مرة تفرحين وكبرين بحال الإنسية مركو حال كسي وين دوقاتا إن قدر الله يكون دعم ورزق الله كسي وياه ما تنعمل على هكو قوقي وهكو كبرين مرك فرحة في مرة وحلو بها فرحة هذا هنا الله وما دعين تسعر كدكت تيران هذا دونا كين نقطة مرة في صبح قبك مرك قدر كرمي سعين كبقي مايو دتك مارته دبعت هذولا رسول كوه عليه الصلاة والسلام ابن عباس مركي مارته إلا هاللاية يا ودردار قطني عنه سيناية من يرى كريو أعا وعلم أبوه ابن عباسه أن الأمة لو اجتمعت هديه مضد أن يسكو رورسته على ينفعوك بشيء وحكوه أنفعان لم ينفعوك كو متري كران إلا بشيء وحموغي قد كتب الله لك وقري فعل الله هروا كو قرون بكو وحكوه أنفع كران وإن اجتمعوا هديكو كل ما يسكو رورسان على أن يضروك إن يكون دمان بشيء وحده يكون قرسيا لم يضروك ما دمي كران إلا بشيء شيء يكون دمان قد كتب الله عليك الأمارة بشارة كوقري هركو قري رفعت الأقلام قلم مدي والقاضي وحلو قرأي وجبت الصعب مارة يراقي وحلو قرأنا ويبعين جيجنبا مركة فايدين فربضا يهلا يا قفك دو قدرك أرمي سيحي لكن محمد بناني إن قدرك اللوس والدليل سلاه دي أمعطاء السميس مقرتي مركة ويحالكو فرين الله إمو ويحالكو فرين الله إمو ويحالكو فرين الله إمو
taas waa waajib ku saaran adiga, laakiin kuma banaan intaad la caasiso aad tirahdaan taa lay qoray, markaad cidyaan iyo daraad samayso qadarka alla sheegi, marka qofku salaad ka tago ama uu amri cabo wuxuu mudan yahay cuquubu mudan yahay sababta amarka alla uu maaragtay khilaafay iyo nahigiisa. Wuxuu u baahan marka inuu toobo keeno uu ka shallaayo wuxuu xumaan uu sameeyey maarata inuu qadarkii soo daliilsado ma ahan. Waxaad arkaysaa marka dadka qaarkood oo kule maaragtay intuu macaasi wax xun uu sameeyo macaasi isaga dhex jiro wuxuu leeyay qadarka allah taana ku dhacdo, haddii wax dhibaata loo geystana joogi maayo oo dhihi maayo maarata qadarka allah ku dhacay. Bal dharbax nin qadarka daliilsanaya haddaad aragtid maaragtay macaasina ku dhex jira joogi maayo kulihi maayo maarata in lay dharbaaxo allah qoray waxnaaqaya waa iska kaa dhicinaya ma garad. Sidoo kale maaragtay risaq dalabka ka joogi maayo si fiican maaragtay maaragtay suuqa u gelayaa oo kasabkiisa ugu dadaalaya oo gaajo maaragtay inuu u dhinto maaragtay diyaar ma aha, annagu waa cunayaa biyihii waa cabayaa. Laakiin marka arrinka uu ku tacalluqo maaragtay aakhira iyo badbaadadeed iyo maaragtay camalkii wanaagsanaa iyo marka wuxuu soo dadiisanayaa qadarka alle, haddii kana lay qor waa helayaa buu leeyay, haddaan lay qorinaaka marka taas waa darro. Adigu qeybka ma ogid, qadarku sida uu ku diraarsadana ma ogid, wanaagii la imow shartina ka dheerow, markaasad marka aada rajo yeelanaysaa in alla maaragtay uu jannada ku geeyo naartin uu kaa badbaadiyo. Laakiin haddaad asbaabtii dhanba aad ka cararsid oo dhinaca isaga tuurtid oo aad qadarka soo daliisatid, min mujrimahaa tahay maaragtay kaalmo allana ma mudni, naxariis allana ma mudni. Marka ha lagu baraarugsanaado taas, wabillaahi tawfiiq.